السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، عروض جديدة النهاردة جايين في الفلك شارع 16 الملك. احنا موجودين عند النساجون الشرقيون عبد الفتاح جروب. مهم اقول لكم لحظة مهمة جدا، احنا يا حبايبي في نص الشارع بتاع 16 الملك، يعني لو نزلت الفلكي مش اول الفلكي، لان في ناس على اول الفلكي مش دول اللي احنا عاملين معاهم العرض. اللي عاملين العرض النهاردة عند النساجون الشرقيون طبعا مع استاذ سامح عبد الفتاح جروب، تمام؟ هم دول اللي عاملين عروض بعد بيت الجملة، يعني انت وانت داخلة 16 الملك بعد بيت الجملة، وفي كافيتيريا اسمها كافيتيريا دهب او، وفي المراعي ماركت بصوا جنبه. تعالوا بقى ندخل دلوقتي نشوف العروض الحلوه، يلا بينا. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذه ايمونه؟ وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه طيب شهر رمضان الكريم، ويعود عليكم يا رب امه المسلمين جميعا، واهل فلسطين يا رب. النهارده عاملين عرض قوي جدا جدا بمناسبه رمضان وعيد الام ست الحبايب. زي الفل. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. ونخش اول بند على البند التركي. تمام. طبعا المحل ما شاء الله هو اكتر من بند، بس احنا هنبدا لكم جباره مدام منى عاملين النهارده. الله ينور. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. محطمين اصوات. وطبعا الفتره اللي احنا عديناها دي مرينا زياده عن ثلاث اربع زيادات، ثلاث اربع زيادات، يعني 25% او 30%. تمام. انا ما زودتش، بخزن عندي بضاعه بطلع بالسعر القديم. تمام زي بس الفل. المفاجاه المره دي غير كل مره. حلو. هديه ست الحبايب وهديه العروسه عشان خاطر ايه؟ العيد. ايوه. قول بسم الله. اول عرض في سجاده تركي النهارده استاذه ايمونه. بدايه السجاده التركي النهارده من 1000 جنيه. من 1000 جنيه. 1000 جنيه. تمام. بدايه السجاده التركي يا جماعه. اهو قدام حضراتكم يا استاذ، ايه؟ قسما بالله العلي العظيم بجيبها من تركيا. بيعها في اي معرض 1650. انا ببيع بكام؟ ب 1000 جنيه. دي كام في كام؟ 160 في 32. حلو. الفيديوهات القديمه يا جماعه عشان تعرفوا، كنت بقول الفيديو اي سجله كنت ببتدي 1250. لا معانا ب 1000 جنيه. تمام. بس انا ما بزودش زي 160 في 22. في 22 السجله عامله كام؟ بص بقى 1000 جنيه. الله على الاشكال بتاعتها تجنن. الوانات كتير واتنين في تلاتة يا استاذه منى. حلو قوي. 1500 جنيه. يعني الاتنين في تلاتة بتاعتها 1500 يا بنات. 1500 جنيه. تمام. هديه عيد الام ما شاء الله. هديه العروسه اللي هتيجي تتشاور من عند الله ينور. وخدامكم سامح يا جماعه. الله ينور. اشكال كتيره يا استاذه منى. بصوا بقى. بس انا بحاول افرد كميه قليله عشان خاطر وقت الفيديو. تمام. حبيتي من اي شكل منها الاتنين في تلاتة موجود. موجوده. السعر كام؟ 1500 اللي هي 2 في 3. بس ال 160 عامله كام؟ كام؟ 1000 جنيه. تمام. ده بدايه سعرنا في التركي يا جماعه. زي الفل. دلوقتي بقى على البراندات. البراندات انا عندي فئتين هنا في المعرض. يا اما السجل التركي اللي هو ب 1000 جنيه والكبير ب 1500، والبراندات اهو قدام حضراتكم. اهي دي بقى اللي هنطلعها، دي البراندات. البراندات يا فندم. طبعا حاجه مختلفه خالص. انا عايزه اقرب لهم يا سامح اذا سمحت بس. هاتها لي كده شويه. بصوا بقى يا بنات عشان تشوفوا برضو. شغل عاطفي على حرير. تمام. استاذه منى. زي الفل. بنسبه 90% سجاده قطن يا جماعه. الله ينور. حلو. دي يا استاذه ايمونه عامل عليها تخفيض كويس جدا، يعني اي عروسه هتلف في اي معرض هتسال هتجيلي انا وبس بفضل الله. تمام. عشان خاطر سعرنا. يبقى ال 160 عامل كام يا استاذ؟ كام؟ ايمونه بدل 2800 خفضناها 2250. 2250 البراندات يا بنات. 160 في 22. حلو. الايام اللي فاتت، الايام اللي فاتت كنت بطلع بكام؟ 2500. ايوه. خليت الفيديو ده 2250. الله ينور. عشان اسره بسيطه المحتوى. زي ربنا يخليك يا سامي. وانتم طيبين. تمام. اشكال كتير السيلفر ده استاذه منى. حلو قوي. لسه منزلينه. بصوا بصوا السيلفر لسه نازل. شايفين؟ الواناته كلها موجوده بسم الله ما شاء الله. سيلفر في اسود اهو، وسيلفر في المن. الله. وسيلفر في كشمير. بصوا. تمام. وجميع الالوان اللي حضرتك عايزاها هتلاقيها. الكافيهات السيادة استاذه منى. تمام اهي كل ده موجود. شغل عالي ده. البراندات عامله كام؟ بدل 2500 خفضناها، ومئات اسره بسيطه 2200. تمام. الاتنين في ثلاثه بدل 4900 خفضناها، المفروض 3500، لا هنخلوها 3000 جنيه. زي الفل. 3000 جنيه خصمناها 500 جنيه. تمام. الله ينور. بس العرض لمده شهر فقط. يعني لحد نهايه رمضان. لحد نهايه رمضان. لحد نهايه رمضان. زي الفل. ممكن ادي يعني ابراح لحد العيد يومين بس اقصى حاجه. تمام. تمام. كده خلصنا عروض اللي هو ايه؟ التركي. التركي. تمام. ملحوظه، كل اللي يعدي نسبه المشاهدين 3000 جنيه ليه 3 هدايا. طقم حمام،
طقم مطبخ ايديه نجيله يعني بلكونه 80 في 100. الله ينور عليك. طبعا اي حد يعدي يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. ونخش على العرض ايه نسجون. نسجون ايه تاني معانا؟ معودينكم يا جماعه على الحافظات. عبد الفتاح جروب دايما بيتفاجئكم باسعار الحافظات اقل من سعر السوق ب 50 او 100 جنيه زي الفل. عرض عيد الام كل اللي عايز يجيب هديه عيد ام يجي عندنا احنا وبس. 2 في 3 حافظات و160 في 32 مفاجاه كبرى. ما انا شايفه اشكال حلوه قوي كتير جدا كميه كتيره. ال 2 في 3 عامل كام؟ عامل 550 جنيه. دي مفاجاه بقى. دي مفاجاه كبرى يا جماعه. 550 جنيه. 550 بره مدام منى قسما بالله بتطلع 650 جنيه. تمام. ال 160 عامله 450 جنيه. اشكالنا كتيره مدام منى. الله بص اللون ده. الالوانات كلها موجوده. الله على الجمال. باذن الله اي قطع عايزاها في اي عدد موجود باذن الله. اي حد شغال اونلاين برضه بطلعه بنفس السعر والثمن. تمام. الشحن داخل اسكندريه فقط. فقط هيالي بعد كده كلها شكل واحد. بالظبط بالظبط. نشوف حاجه ثانيه؟ في اشكال ده فيها ايه؟ الله. وال 160 في 32 عامله كام؟ كام؟ عامله 450 جنيه. تمام. بتنزل المشايات الجاهزه بتاعتها. في مشايات اهي كمان. في اثنين اللي بتطلع بره. السادة الافاضل بتطلع بره 350 عند عبد الفتاح كروب بتطلع 200 جنيه. 200 بس. متر في 2 ب 200 جنيه يا جماعه. متر في 2 ب 200 جنيه. اشكالنا كتير اهي يا جماعه. حلو. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يا الورد دي حلوه قوي. هي من الصغيره 200 جنيه. جميله ما شاء الله. يبقى متر في 2 حافظه عامله 200 جنيه. تمام. تمام والزمونه نخش على الحافظه. لو حد جه ومش عايز الحافظه اللي هي 2 في 3 اللي 2 في 3 او ال 160 في نوع تاني عندنا وبس اللي هو الحافظه اللي هي ايه؟ الجنس يا جماعه. تمام. مفاجاه عيد الام هنقول بسم الله ونشوفوه. ماشي. هي ظهرها جنس حافظه 2 في 3 و160 جنس يا جماعه. عروضنا هي يا جماعه متميزه عشان خاطر ايه؟ ايوه ما تقولوش اللي احنا بنقول اسعار وهميه. لا ده سكرين اهو بقى. جنس 2 في 3 ب 750 يوميات أسرة بسيطة المحترمة خليتها ب 700 جنيه. تمام تمام. البرنر ده مربوع مقاوش 3 ايام. ايوه. سجادة جنس 160 في 22 650 يوميات أسرة بسيطة 600 جنيه. الأشكال جميلة جدا. تمام. وهنرجع للفيديو القديم اللي هو سجادة متر ونص في 2 متر و 250 وتعالى نشرح يا أستاذ يلا تعالوا بقى نشوف اللي هو السجاد اللي هو اللي ظهره جنس. الجنس تمام. بص يا أستاذ ده ال 160 في 230 اللي عامل 650. الله ينور. خليناه عشان خاطر عيد الام 600 جنيه. ده الفيرساتشو. في 3 عامله 750 خليناه عشان خاطر عيد الام 700 جنيه. تمام. ظهر جنسه والزمونه خامات تقيله تبع شركه ماك. شغل درجه اولى تبع المنفذ بتاعنا. الله ينور. اهو الزمونه فيها مشيات المفاجاه. عرض المتر والله عرض 80 عرض 120. تمام. عرض المتر عامل 150 هديه عيد ام. عرض ال 80 عامل 135 عرض عيد ام. عرض ال 120 عامل 185 عرض عيد ام. ولو اتعمل سكرين او زمونه اهي الاشكال قدامنا. الاشكال اللي هي المشيات اهي. الله اكبر يا جماعه. تمام. الاقبال عندنا جديد عشان بدانا في العروضات اهي. حلو ما شاء الله. بصوا الزمونه الاشكال بتاعتنا كتير اهي. الله ينور. دي بالنسبه للمقاسات ال 160. حلو قوي. 160 هتعمل 600 2 في 3 عامله 700 جنيه. مشيات عرض المتر عامل 145 عرض ال 80 135 عرض ال 120 خفضناه 165 زي الفل. تعالى نبص على مفاجاه عيد الام سجاده ام 550 جنيه. تمام. هنا بقى البند النساجون الشاركون يا جماعه. شرحنا الجنس 2 في 3 و160. ايوه. مشيات قدام حضراتكم ايه؟ بصوا دي المشيات وعرض ال 80 وعرض ال 120. حلو قوي. البند اللي هو مفاجاه عيد الام سجاده عيد الام عباره عن ايه؟ متر و50 في 2 متر و20 170 في 2 متر ونص 2 في 3 بسم الله. يلا بينا. وال 150 في 2 متر. تمام. كام؟ كام؟ 975 سجادة عيد الأم 650 جنيه. 650 جنيه. نسجون درجة أولى زي الفل. الله ينور. بصوا الزيتي كمان 650 جنيه. 650 الله ينور. 50 في 2 متر و20. الله على الجمال. أشكالها كتير ألواناتها كتير مشاياتها 60 80 120 موجود. تمام. اي شكل اي عدد عايزاه عندنا وبس هتلاقيه زي الفل. الله ينور. تمام. 170 في 2 متر ونص يا جماعه دي اكبر. دي نفس الاشكال بس المقاسات الاكبر عامله كام؟ كام؟ بدل 1200 هديه عيد ام ب 850 جنيه. تمام تمام. اهي اشكالها كتير يا جماعه يعني هدايا عيد الام النهارده جميله جدا. جميله والفيرزاتشي اهي. يبقى المتر ونص في 22 عامله 650. ال 170 في 2 متر ونص بعد الخصم عامله كام؟ كام؟ 850 جنيه. زي الفل. 2 في 3 هديه عيد ام كانت عامله 1350
خفضناها عندنا وبس 1100. تمام. عروض القوية في قسم النساجون. عروض عبد الفتاح جروب يا جماعة قسم النساجون، مفاجآت مفاجآت مفاجآت. يا جماعة تعالوا عندنا وهتلاقوا المفاجآت والأسعار الحلوة جدا. البانر مطبوع يا جماعة ما بقالوش إيه 3 أيام، هنمشي على الأسعار القديمة. جديد نوفيو. هنمشي على الأسعار القديمة. أيوه. اللي هنا يا أستاذة منى 2 في 3 سجادة ب 750 جنيه. أهي دي عيد الأم. والمقاس ال 160 او المتر ونص في 220 عامله 480 جنيه، وسجاده زي السجاده مفاجاه كبرى عامله 1800 جنيه، مقاس 160 في 230. حلو. انا اسف 2 في 3 وزمونه. والمقاس الصغير 160 في 230 سجاده، وعليها سجاده دي عامله كام؟ 1100. تمام. نشرح البانر دوت. يلا ده عرض الكام؟ عرض السجاده سكول اللي عامله 470 جنيه. يعني مش مكمله 500. مش مكمله 500 طبعا. تمام. عشوائيه بس. هتيجي تاخدي من عندي سجاده. لا تحفة. بدل عشوائيه هديه. والله. بصوا الزمونه سجاده نساجون درجه اولى غير اللي احنا شرحناه بره يا جماعه. الوانته واشكاله كتير جدا ما شاء الله. يعني مش لون ولا لونين. بس انا عندي عينات حاليا والتشكيله هيكتمل باذن الله كمان يومين. الله ينور. 150 في 2 متر وعشرين عامله كام؟ 470 جنيه. حلو. خليناها ومية اسره بسيطه 450 جنيه. الله ينور عليك. يعني خلفنا اسعار البانر واسعار الشركه واسعار عبد الفتاح. اسعار البانر 480 كمان. 480 خليناها 450 جنيه. 50 الواناتها كتير ان شاء الله وهتكتمل. تمام. 160 في 230 بنفس الاشكال عامله ان شاء الله 750. هنخلف البانر وهنخلوها 700 جنيه. تمام. هنشوفهم دلوقتي. انا كمان العرض الجبار سجاده عليها سجاده هديه، ما زلنا مستمرين بالرغم من زياده الاسعار. عبد الفتاح جروب بيفاجئ العملاء الكرام. هنا سجاده زي السجاده هديه عاملين كام؟ 2000. انا اسف سجاده زي سجاده هديه 2 في 3 زائد 160 في 230. بمعنى لو خدت سجاده 2 في 3 من هنا واخدت سجاده 160 في 230 بتاخديهم باكج كام؟ 2450. معاهم هديه، معاهم طقم حمام او طقم مطبخ او نجيله او 80 في يعني اختاري حاجه من الثلاثه او مش وي. ايوه يا جماعه عشان كله الله اكبر يعني بس مش ما بيصدق. حلو. 2450 سجاده زي السجاده هديه 2 في 3. اخدت سجادتين من هنا واحده وعليها واحده هديه باي اختيار عميل اي حاجه 3200. تمام. معاها سجاده طقم حمام او طقم مطبخ او نجيله 80 في 2 او انت فاهمه ازاي يا استاذه منى؟ 160 في 230 ب 1900. بتاخدي سجاده 160 في 230 واحده وعليها واحده 1900 جنيه. الله ينور. تمام. ده طقم اللي هو الباكج اللي احنا عاملينه اللي هو رمضان وعيد الام. والسلام عليه الصلاه والسلام. رجعوا يا جماعه بالشغل مجسم. وصل ثلاث سنين الترندات. ايوه رجع تاني عند عبد الفتاح زي الفل. بس نخلص البند السجاده. يلا بينا. ادي اهي استاذه منى واحده سجاده. والله اقسمت بالله العلي العظيم كل اللي هيجي يخش على البند النساجون ده هيلغي بند التركي. اسعاره وعروضه قويه جدا. تمام. واحده وعليها واحده 160 في 230 عاملين كام؟ كام؟ سمعوني 1900 جنيه. 1900 والله يا سامح الاثنين ب 1900. 1900 واحده وعليها عليها واحده. يعني ممكن تعملي ايه؟ وانت جايه عايزه هديه عيد الام بدل ما تاخدي هديه واحده خدي انت واحده وماما واحده او حماتك واحده وماما واحده. اختلفت المقاسات واحده عليها واحده كبيره وعليها صغيره. ايوه. كام؟ كام؟ 2450. تمام. نرجع لمرجوعنا واحده وعليها واحده 160 في 230 1900. عاملين كام؟ 1900 جنيه. عندك اشكال كتير. الازرق موجود. انا عامل مخزن هنا يا استاذ منى. بسم الله ما شاء الله. وورا حضرتك وده سبب تاجيل الفيديو عشان اخزن. أيوة. بالسعر القديم عشان الناس تستفيد. ناس تعبانه بصراحه. بالسعر القديم يا جماعه. ايوه مش عايزين زياده. يبقى واحده وعليها واحده عندك كام؟ الله على الالوان. لا اشكال يا استاذه منى والله. اللي عايز يفرش بيته سواء عروسه او اللي بيجدد بيته جددي وهاتي اللي في نفسك. اشكال كلها كتير ما شاء الله. واحده وعليها واحده المقاس 160 1900 جنيه. 2 في 3 واحده وعليها واحده عاملين كام؟ عاملين 3200. تمام. تمام. لو خدت واحده كبيره واحده صغيره 2450. يعني بصي براحتك 2450. افرضي انت مش عايزه بقى ايه الباكج العالي دوت. انا جاي اخد سجاده على قد جيبي. اللي هي بكام سعر هديه عيد الام. تمام. شفنا العروض اللي بره. ودخلنا في العرض ده بتاخدي السجاده بنص ثمن العرض. حلو. 1900 بقى عامله كام تقريبا؟ عشان بليت في الحساب تقريبا 825. ايوه. 925. واحده كبيره وعليها واحده صغيره 1450. اخدتي الكبيره لو عايزاها لوحدها بتاخديها بنص الثمن، الصغيره عايزاها لوحدها بتاخديها بنص الثمن. زي الفل. تمام. تمام. العرض
لازم تاخدي اي هدية من التلاتة. على كل سجادتين من العرض لازم تاخدي هدية من التلاتة. هدية عيد الام وهدية رمضان. طعم حمام او طعم مطبخ او نجيلة 2 متر في عرض 80. وخدوا بالكم يا جماعة من كلمة او مش وي. ايوة. يعني مش التلاتة. يعني هي بتبقى هدية واحدة. هدية واحدة. تمام. نخش على العرض الاكبر عبد الفتاح. يلا بينا. العرض السجادة وعليها سجادة هدية. ما ينفعش يا جماعة اللي يجي ياخد سجادة وعليها سجادة هدية افرض عايزة مشايات. موجود مشايات. الله اكبر صرح تاريخه يا جماعه ما شاء الله. عندي عرض 60 عرض 80 عرض متر من اي لون او اي شكل سجاده انت عايزاه هتلاقي المشايه بتاعتك. موجود مشايات. فاهمه ازاي؟ عرض 60 يعني 60 قدام ايه حضرتك؟ ايوه. وده ال 80 قدام سيادتك. وده المتر. عرض المتر قدام حضرتك زي الفل. اسعاره مجرد ما تيجي ليك خصم 25% ومفاجاه باذن الله. الله ينور. تمام. تعالوا نخش على العرض الاكبر يا جماعه. العرض الجبار. عرض المجسم غالي شويه بس وفرت ايه لاي ست بيت. تمام. كل العمال يكلمنا يا جماعه مجسم مجسم مجسم. جبنا لكم مجسم يا جماعه. وبالذات عشان خاطر استاذ منى. ايوه. دايما عماله تقول يا جماعه المجسم المجسم. ما شاء الله. كل عمال يطلب. بص يا بنات. ترند يوميات اسره بسيطه. ترند فعلا. ترند يوميات اسره بسيطه يا جماعه. الفيديو اللي عمل ترند جامد جدا الله اكبر. المجسم الناس عايزاه. كررناه تاني. بس بالاسعار زايده شويه عشان جبناه ايه؟ من بره. أيوة. تمام؟ في متوفر منه ثلاث مقاسات. ده اول 140 السكول. نحفظ العملاء الكرامة فهم. ثلاث مقاسات 140 في 2 اكتب لي 140 في 2 160 في 2 30 2 في 3. حلو. ثلاث مقاسات لهم عروض عن ايه عندنا والوانتها مميزه غير غير الايام اللي فاتت العادي. يعني بص ده التقليدي اللي احنا شفناه. السكور. طيب. وجايبين ستاره الله اكبر اهو. ومغرقين المعرض اللي هناك والمعرض هنا ما شاء الله. يعني في كميه. السكور المقاس ال 140 في 2 هو ده. السكور السعر بتاعه عامل كام يا استاذ سامح؟ بدل 2400 خفضناه 1650. حلو. يعني دي كده 1600 بالمقاس ده. شامل شكلين يا استاذ منى. عندي الشكل ده الزيتي البيج في امبيتي. الله يفتح عليك. وعندنا بقى اللون الجراي في جميع قطعي الوانه. اللبنيات. البيج. ايوه. الكشميرات. اي الابيجات. الكشميرات. استنى اوريكم الكشميرات اهو. بص اي درجه لون بسم الله ما شاء الله. يعني هما يعتبروا درجتين عندنا يا سامح. بسم الله ما شاء الله. تعالي يا استاذ منى تعالي اتفضلي يا استاذ. مش عادي؟ لا عادي. المقاس ال 140 بدل 1400 خفضناه عامل كام؟ كام؟ 1650. تمام. شغل مكه درجه اولى يا جماعه عند عبد الفتاح وجروبه بس. المقاس الاكبر 160 في 230 عامل كام؟ عامل بدل 3200 عامل 2450. تمام. تمام؟ تمام. المقاس الاكبر 2 في 3 ما شاء الله الله اكبر. 2 في 3 بدل 4900. أيوة. خفضناه لعيد ام 2800 جنيه. حلو قوي. مش هنقول 3200 زي لا. ما بتتباع بره. تمام. تمام. اشكالها والوانتها موجوده اهي اللي عايز بقى. المنتج ده ليه شحن في اي مكان. يعني دخل اسكندريه. المجسم بالذات. المجسم بالذات كليه في عملاء اكرام طلبوه كتير جدا من القاهره. يبقى ال 140 في 2 متر عامل 1650. 160 في 230 عامل 2300. ال 2 في 3 عامل 2800 جنيه. حلو. الواناتها عايزه تشوف الاشكال بتاعتها رقم التواصل 011263666 03 واتس او فون. تمام. هتكلميني ابعت لك الاشكال والالوانات اعملي سكرين وابعت لك لاي مكان. تمام. تعالوا نختم معاكم يلا مع بينا الأشكال بقى بتاعتنا. نختم الاشكال. النهارده يا جماعه عاملين عروض قويه جدا جدا جدا. شرحنا لكم سجاده وعليها سجاده هديه وسجاده حاجات كتير. الله ينور عليكم. نخش على البند اللي هو الداخلي هنا. بند الكوليكشن اللي احنا بنتعود اي ست بيت تغير سجاده. ما عجبكيش الحافظه، ما عجبكيش السجاده الجنس، ما عجبكيش سجاده الام. نرجع لما رجعنا اللي هو من 20 30 سنه. سجاده الكوليكشن 2 في 3 عامله 800 جنيه عند عبد الفتاح جروب، اقل من سعر السوق ب 50 او 100 جنيه. وال 160 في 2 30 600 جنيه يا جماعه. تمام. مشاياتها موجوده من 60 80 120. حلو. اشكالها والوانها الله اكبر يا جماعه. ما شاء الله. موجوده كلها الوان كتير. تمام. ازرق وبيج. الله ينور عليك. وبعد اذن حضرتك يا استاذ منى ودي التشكيل اللي هو كامل اللي هو اللي احنا عاملين عليه عرض برضه. السجاده اللي عرض عيد الام زي الفل اللي هو ال 160 عامل 600 وال 2 في 3 عامله 1250. انا اسف 1150. وال 170 في 230 عامله 850. بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طيب. وتعالوا يا جماعه بمناسبه الفيديو ده عامله خاصه عشان عيد الام ما ينفعش فلازم نختم بايه؟ الا مع الحاجه بالام. يلا بينا نختم احلى ختام. كل سنه وحضرتك طيبه. بسيبه يا حاج بمناسبه رمضان الكريم.
كل سنه وانت طيبه حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام وشهر رمضان المبارك. وشهر رمضان المبارك. ايوه. وعاملين تخفيضات للايتام والارامل والجمعيات الخيريه يا جماعه، والعرايس والجمعيات الخيريه والجماعه الخيريه والعروض عند عبد الفتاح. بس ايه الورود الحلوه اللي انت لابساها دي حاجه النهارده؟ اتفضلي. عند سامح عبد الفتاح جروب وتامر عبد الفتاح جروب واخواتي الشركاء يا جماعه. الله ينور عليك. كل سنه وانتم طيبين. عاملوا عشان خاطر عيد الام بس زي الاول. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. واحنا بنعمل تخفيض للناس كلها. الله يبارك لك يا حبيبتي. منوره يا مدام منى والله. اعذروني في فيديو جديد عند عبد الفتاح جروب. ان شاء الله رقم التواصل للواتساب او فون 011 263 6666 03. كل سنه وانتم طيبين وانتظروا الفيديو. شكرا.